مشاهدينا الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم إلى النقل الحي والمباشر لطوار هذه المباراة التي تجمع بين المنتخب الدنماركي والمنتخب البيروفي. أكيد أبناء العاصمة كوبنهاغن في مواجهة مصيرية أمام أبناء العاصمة البيروفية ليما. إذن المباراة انطلقت بصفرة الحكم الإيطالي جانياكو لوكي. مباراة منتظرة هنا بأرض الروس بين المنتخب الدنماركي الذي يريد أن يستحضر الماضي الجميل بحاضر يكون أجمل. أولى كرة المباراة وتدخل واستئساد من الدفاعات البيروفية. أكيد المنتخب البيروفي القادمون من أمريكا الجنوبية في حوار مع منتخب الدنمارك الذي يريد أن يعيد إلى الأذهان ذكريات مونديال فرنسا 98. أولى الإنذارات من الحكم الإيطالي في وجه اللاعب أندري كاريلو متوسط ميدان المنتخب البيروفي. فارفان يلعب لرودريغيز، رودريغيز يعود للبناء من الخلف لراموس. راموس البيروفي وليس الإسباني متوسط ميدان دفاع ريال مدريد. كرة للمنتخب البيروفي والكرة تذهب لأتشيميس. أكيد المنتخب الدنماركي يبدأ بكل الهدوء الممكن فيما أبناء البيرو يحاولون المباغة، يحاولون أخذ زمام الأمور منذ انطلاقات ومنذ بداية المباراة. مونديال روسيا يدخل التاريخ. مونديال المفاجآت الكبيرة. بولونيا تقول نحن هنا لسنا من أجل اكتشاف روسيا ومناظرها، لسنا من أجل النزهة ولا السياحة، وإنما من أجل المنتخب. إيريكسون الدنماركي في أول تهديد خطير للمنتخب البيروفي. قلت المنتخب البولوني كذلك أسود الأطلس المنتخب المغربي يصنع الحدث بانتصار على رفاق دون رونالدو في ثاني مباريات المونديال. الأمال العربية على الخضر. المنتخب السعودي كذلك نسور قرطاج نتمنى أن تحلق في سماء روسيا. كذلك منتخب الساجدين المنتخب المصري الكبير الذي صال وجال في القارة السمراء يبحث عن الاستئناس بأجواء المونديال. كرة للمنتخب الدنماركي في وسط الميدان لإيريكسون النشيط يلعب لسيستو. سيستو لإيميرسون من جديد، تعود من المدافع البيروفي تيبيا يلعب لجوفا. مرتد هجومي بلمسة اثنين يصلون لمناطق المنتخب الدنماركي، يستغلون المساحات على طريقة الكرة اللاتينية. فلوريس انطلق في الرواق الأيسر وفي آخر لحظة العودة الدنماركية ممتازة. قلت مشاهدينا الكرام المفاجآت أكيد تتأكد بسقوط وبتعثر الماكينات الألمانية التي تعثرت وتعطلت هنا بأرض الروس. فانتظار العودة السريعة لأبناء الواقعية صحيح. أبناء ألمانيا أبناء برلين سقطوا بالأمس ويبحثون عن الشفاء العاجل والعودة لأجواء المونديال. كرة أخرى لرودريغيز خطيرة للمنتخب الدنماركي، تعود من المدافع البيروفي. فلوريس لاعب الغواصات الصفراء نادي فياريال بالليغا الإسبانية. مباراة بريتم ممتاز. أكيد المنتخب الدنماركي يبحث عن تنويم المباراة والاستفاق على المرتدات الخاطفة اللادغة كما فعلوا في المباراة الأولى والثانية. 10 دقائق على نهاية الشوط الأول. دائما النتيجة مكتوبة بالأصفار بين أبناء العاصمة كوبنهاغن وأبناء عاصمة البيرو ليما. كرة للمنتخب الدنماركي الجهة اليمنى نشيطة عند المنتخب الدنماركي حيث يتواجد إيريكسون. مع الكرة إيريكسون طلق فرصة الأول. جول 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 جول. قلت لكم لم يأتوا إلى روسيا من أجل السياحة. كريستيان إيريكسون يدخل في الموضوع. إيريكسون يعطي الأسبقية للمنتخب الدنماركي. جول 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 جول. أولى أهداف المباراة، أولى أهداف اللقاء للمنتخب الدنماركي. الدنمارك 1 بيرو 0 على بعد دقيقتين على نهاية الوقت الرسمي للشوط الأول. إيريكسون ممتاز العلامة الكاملة لهذا اللاعب الأشقر. رودريغيز من جديد، فرصة دنماركية تبحث عن الثاني. يدخلون يبحثون. قريب جدا المنتخب الدنماركي من قتل المباراة. مرتد خاطف آخر كرة الشوط الأول. فلوريس ريتم سريع جدا للمباراة والحكم يطلق صافرة نهاية الشوط الأول وينظر كذلك هنريك اللاعب الدنماركي.
أكيد لحظات وينهي الحكم الشوط الأول. الوقت الأصلي انتهى، الوقت المقدر بدل الضائع انتهى. ننتظر الصافرة النهائية لحكم المباراة لإنهاء الجزء الأول، لإنهاء الشوط الأول. وفي هذه الأثناء سيداتي سادتي الحكم ينهي الشوط الأول. انطلاقة الجولة الثانية للمنتخب الدنماركي. دائما الدنمارك منتصرون 1-0 كما تابعنا جميعا. الشوط الأول ينتهي للمنتخب الدنماركي. البيرو بأي طريقة سيبحثون، بأي طريقة سيعودون في أجواء المونديال. كاريليو ينطلق في الرواق الأيمن. دائما الهجمات الباحثة عن التعديل لأبناء البيرو، بينما الدنماركيون يستأسدون حتى الآن. أكيد المنتخب الدنماركي يبحث عن إثبات الذات في مونديال روسيا 18 بعد 2000. كل شيء جميل هنا بروسيا، الأجواء ممتازة وممتازة جدا. الكل يطمع بالوصول للصعود للبوديوم. أكيد الأولوية دائما منطقية للكبار، لكن لطالما جاءت المفاجآت من منتخبات صغرى. المنتخب الدنماركي أكيد التاريخ، نتصفح سجل التاريخ في إحدى المسابقات الأوروبية كأس أوروبا. المنتخب الدنماركي لم يكن مؤهل، وجاء بعد تعثر أو تعدى بعد ما تعثر على إحدى المنتخبات الأوروبية المشاركة، وشارك أبناء الدنمارك كمنتخب بديل ليخلقوا المفاجأة ويفوزون بتلك النسخة. تمشي لإريكسون، إريكسون يسدد فوق الأخشاب، والحكم يعطي إنذار للاعب نيكولاي. الحكم الإيطالي دائما ما يترك مبدأ إتاحة اللعب ويعود لإنذار اللاعبين، أكيد من أجل عدم كسر رتم المباراة. هذه أشياء تعتبر وتدخل في شخصية الحكام. أكيد الحكام تحت المجهر بمونديال روسيا، لأن الأخطاء التحكيمية تكررت في العديد من الدوريات والعديد من المسابقات الكبرى. إريكسون مع الكرة، جول! إريكسون يسجل الهدف الثاني الأول للمنتخب الدنماركي. كريستيان إريكسون على خطى نجم الدنمارك مايكل لودروب. إريكسون يمشي بالمنتخب الدنماركي لـ2-0 الدنمارك. سافر البيرو، كرة بيروفية، أكيد يبحثون عن العودة في أجواء المباراة. قلت على أنه أكيد المنتخب الدنماركي يبحث عن إثبات الذات في هذا المونديال. حتى الآن يحققون الآن كرة دنماركية خطيرة. جول! الثالث من ميك جينسون يوقع الهدف الثاني، الثالث، يوقع الثالث للدنمارك. 3-0 للدنمارك على حساب البيرو. مباراة أكيد ممتعة جدا، نستمتع وإياكم مشاهدينا بالمباريات المونديالية أكيد، والمباراة اللي أمامنا الآن. سيستو ممتاز لاعب المنتخب الدنماركي. الآن الثقة ترتفع أكثر في صفوف لاعبي منتخب الدنمارك. كاريلو يدبر كرة في الرباط الأيمن. المناورات البيروفية من أجل تدويب الفارق، من أجل تسجيل هدف الشرف في هذه المباراة. 3 الدنمارك، البيرو 0. أكيد المنتخب الدنماركي سيطر بالطول والعرض، أداء ونتيجة يستحق الفوز في مباراة اليوم. إريكسون مع الكرة إلى باريسيستو. سيستو دائما لاعب يشاغب من الجهة اليسرى، أكيد يشكل إزعاج كبير للدفاعات البيروفية. أكيد هذه النسخة المونديالية تعرف مشاركة عربية كبيرة. المشاهد العربي على موعد مع متابعة 4 منتخبات عربية بالتمام والكمال: السعودية، تونس، مصر، المغرب، كلها منتخبات تمثل العرب في هذا المونديال. المنتخب المغربي الأفضل والأقرب للتأهل، بينما المنتخب المصري بدرجة أقل، والمنتخب السعودي والتونسي. كرة للمنتخب الدنماركي، إريكسون يسدد والحارس البيروفي يتدخل. إريكسون يسدد وتعود الكرة منتخب الدنماركي من الركنية وتدخل الدفاع البيروفي.
المنتخب الدنماركي والجهة اليسرى نشيطة جدا للدنماركي كريستيان تاسليستو يسدد يسدد وتدخل الحارس الذي يعاني الأمرين أمام هذا المد الهجومي الدنماركي. الآن الحكم يطلق صافرة ينهي أجواء هذه المباراة بفوز دنماركي